حمى الإمبراطور أدريان بأيام الرومان غابات إهمش بتحديد مساحة انحفر على صخورها فرمان بيمنع قطع الأشجار، وهيدي الصخور ما زالت موجودة. في الماضي كانت الدروب التقليدية بين البلدات تمر عبر الجبال وتستعمل من قبل أجدادنا لينتقلوا من قرية إلى أخرى على الدابة أو سيراً على الأقدام. مع التطور تخلى الناس عن هذه الدروب فاختفت تحت الغطاء النباتي. قررت بلدة إهمج الاستفادة سياحياً من هذه الدروب، فاستصلحت أكثر من 10 منها ونظمت استخدامها من قبل الزوار ضمن برنامج سياحي بيئي. إهمج بتتميز بغاباتها، ثلث أراضيها هي عبارة عن مشاعات. بتتميز بغابات نادرة مثل عنا غابة العزر، وكل هيدا الغنى دفعنا لنقوم بمشروع إهمج للسياحة البيئية. عنا 12 طريق إجر، هو الطرقات كانوا يستعملوهم جدودنا قبل ليوصلوا ببقية المناطق القريبة، نحن رجعنا زبطناهم وعملنا لهم إشارات بتدل على كل الاتجاهات، بيربطوا إهمج بكل المناطق المجاورة. 12 طريق، كل طريق على الخريطة عنده لون محدد، مثلا تريل 1 عم بتبلش من هون كفة تقطع بلوع بلعة العقورة تخلص بقفة تريل. كل هيدول الطرقات نحنا درسنا ارتفاعهم مدى صعوبتهم وكلهم موجودين على بروشورات. البروشور مرسوم عليها الطريق من وين قدي طولة قدي ارتفاعها قدي وقت بتاخد قدي صعوبتها، كلهم موجودين بمركز بلدية إهمج وبالسنتر دانفورماسيون توريستي. بالإضافة للبروشورات في عنا ويب سايت اللي هو ehmej-eco.org، موجود عليه كل هود الطرقات ال 12. فالشباب يلي كتير فيهم يختاروا هن الطريق اللي بحبوها، فيهم يختاروا هن الطريق اللي نحن بنأمن لهم جيد بيطلع معهم، فينا نحن بنأمن لهم الطريق اللي بحبوها بيشوفوا المناظر، الطريق اللي بحبوها بيشوفوا المناظر، الطرقات اللي حبوا يجربوا صعوبتها.